السلام عليكم. شهدت الجامعات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تراجعاً كبيراً في معايير القبول والتسجيل لمختلف التخصصات، إضافة لعزوف واسع في الإقبال على التعليم الجامعي. ولجأت الميليشيا إلى خفض نسب القبول في كلية التربية بجامعة صنعاء إلى 50% في 16 تخصصاً، وكلية الآداب في 12 تخصصاً، فيما كليات علمية أخرى كالهندسة تراوحت نسبة القبول فيها ما بين 55 إلى 65%. في المقابل تشهد أيضاً الجامعات في مناطق سيطرة الحكومة انخفاضاً ملحوظاً في الإقبال على بعض الكليات، فيما تم إغلاق عدد من الأقسام جراء ضعف التسجيل. مشاهدينا، نتوقف عند هذه القضية لنناقشها من زوايا عدة. ما الأسباب الرئيسية أمام عزوف خريجي الثانوية من الالتحاق بالجامعات، والأثر المترتب من وراء ذلك على مستقبل البلاد، والمعالجات المطلوبة لتدارك هذا الانهيار؟ قبل البدء بالنقاش مشاهدينا، نتابع هذا التقرير. من يصنع الجهل ويقتات منه لا يمكن أن يمد يده للتعليم. هكذا تبدو جامعة صنعاء متوشحة شعارات ميليشيا الحوثي الطائفية. الجامعة الأم التي رفدت اليمن بمختلف الكوادر المتخصصة تشكو اليوم من مخاصمة الشباب لها، ولم تعد وجهة خريجية الثانوية. لقد تسببت الميليشيا في تغيير وجهتهم، فثمة من غررت بهم واستغلت ظروفهم المعيشية ليصبحوا وقود حربها الطائفية، وآخرون يبحثون عن لقمة العيش خارج جغرافيا البلاد. في ظل هذا العزوف أقدمت ميليشيا الحوثي على تخفيض نسبة القبول بالعديد من التخصصات في جامعة صنعاء، وأعلنت كلية التربية عن تخفيض النسبة إلى 50% في 16 تخصصاً، وكلية الآداب في 12 تخصصاً، فيما كليات علمية كالهندسة تراوحت نسب القبول ما بين 55 إلى 65%. لا شيء يمكن أن يبرهن هذا العزوف سوى تلك الممارسات التي تنتهجها الميليشيا بحق التعليم في البلاد، حيث حولت الجامعات إلى منبر لمشروعها، وأخضعت الأكاديميين لدوراتها الطائفية بعد أن حرمتهم من حقوقهم. النتيجة كانت هجرة الكثير من العقول، ومن بقي منها وجد نفسه مجبرا على التماشي مع مشروع الجهل والخرافة، لذا لم يجد الطلاب ما يبحثون عنه داخل هذه المؤسسات العلمية. في الطرف الآخر، وتحديدا في مناطق نفوذ الحكومة، ثمة أيضا تراجع في إقبال الطلاب على التعليم الجامعي، ويحكمه تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم حصول الخريجين على وظائف حكومية. لكن الخاسر الوحيد من وراء كل ذلك هو اليمن، الذي دفع فاتورة باهظة للحرب المستمرة منذ 9 سنوات، ويبدو مستقبل البلاد قاتما، وأبناؤه لا يجدون طريقهم إلى التعليم ويتسربون خارج الجغرافيا. إذن مشاهدينا، نناقش في موضوعنا هذا اليوم وضع الجامعات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وأيضا وضع الجامعات في مناطق سيطرة الشرعية. هذا العام هناك يعني عدم إقبال كبير من قبل الخريجية الثانوية العامة على الالتحاق بهذه الجامعات، وأيضا إعلان ميليشيا الحوثي تراجعا كبيرا في معايير القبول والتسجيل لتخصصات كثيرة في جامعات صنعاء، سواء في كلية التربية أو في أقسام أخرى كالأقسام العلمية في الجامعات. وفي هذه الحلقة سنناقش الأسباب الرئيسية أمام عزوف الكثير من خريجي الثانوية العامة على الالتحاق بالجامعات، وسنناقش أيضا الآثار المترتبة على ذلك وعلى مستقبل البلاد. سيكون معنا ضيفنا، سينضم إلينا الدكتور عبد القادر، سينضم إلينا الدكتور أستاذ أو عفوا الدكتور عبد القادر سينضم إلينا لاحقا. الآن سينضم إلينا عميد كلية التربية السابق بجامعة دمار الدكتور محمود مغلس. دكتور مرحبا بك ومساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا بك أخي. أهلا بك دكتور. كيف تنظر إلى إعلان جامعة صنعاء خفض نسب القبول في العديد من الكليات والتخصصات؟ مشكلتنا التعليم يا سيدي الحبيب، مشكلتنا التعليم، مشكلة هذا البلد التعليم. وحلول كل المشاكل تبدأ من التعليم، بإصلاح منظومة التعليم ابتداء من التعليم الأساسي والثانوي وانتهاء بالتعليم الجامعي. السؤال
مرتبط بأشياء كثيرة جدا. الموضوع تخفيض نسب القبول هي إشكال في التعليم، هو دليل على أن التعليم أصبح منهار، ودليل على عزوف الطلاب عن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وليس في جامعة صنعاء، في كل الجامعات الواقعة تحت سيطرة الحوثي، وأيضا حتى العزوف في كل الجامعات اليمنية إجمالا. نعم، طيب يعني يا دكتور، الأسباب هذا العزوف إلى ماذا يعود؟ يعني هل لعدم القدرة بسبب الوضع الاقتصادي على الالتحاق بالجامعات من قبل الكثير من خريجي الثانوية العامة، أم الموضوع يتعلق بجودة التعليم بالبلاد وبالتالي بعضهم يلجأ إلى جامعات خاصة أو يغادر خارج البلاد؟ كيف تقيمون الوضع هنا؟ بالنسبة للعزوف، السبب الجوهري للعزوف هو الحرب. الحرب هي سبب جوهري في عزوف الطلاب عن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي. ألقت بظلال الحرب على كل المستويات، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، على كثير من التفاصيل في هذا بهذا الخصوص. عندما ننظر إلى مسألة العزوف، العزوف ليس على مستوى ايضا فقط بمجرد الالتحاق بالجامعات، لا، هنالك هدر وهنالك تسرب في التعليم الاساسي والثانوي. اصبح عدد الملتحقين في التعليم الثانوي والاساسي والثانوي يتقلص كل عام بنسب مخيفه، تصل في بعض الاحيان الى نسبه 25 الى 30% من كل عام، وهذه مشكله كبيره جدا فيما يتعلق بالتعليم الأساسي، إضافة إلى ضعف مدخلات التعليم إلى الجامعات. هنا هذه مشكلة، عادة نحن نتحدث عن نسب الملتحقين في التعليم الجامعي وننسى المشكلة المرتبطة بالتعليم الأساسي. التعليم منظومة، من التعليم الأساسي وانتهاء بالتعليم العالي. طيب إذا موضوع قلنا أن الحرب هي السبب الرئيسي في كثير من التفاصيل المرتبطة بالتعليم. إذا 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 تحدثنا عن الأسباب الاقتصادية التي يعيشها المجتمع إجمالا، سواء من واقع على تحت سيطرة الحوثي أو في مناطق الشرعية، هناك انهيار للعملة الوطنية أثرت بشكل كبير جدا على نسب الطلاب للجامعات. هذا موضوع انهيار العملة الوطنية. وموضوع آخر اللي هو انقطاع الرواتب أثر بشكل كبير جدا 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 على العملية التعليمية. أثر بشكل كبير جدا على العملية التعليمية، سواء على المعلم أو الأستاذ الجامعي أو الطالب اللي يبحث عن الانتماء. على سبيل المثال، في النسب المخيفة أن يتراجع معدل الالتحاق أو تقل النسبة بما يقارب 80% في كثير من الكليات. في كثير من الكليات انخفضت النسبة بمقدار 80% عن 2013 و2014. نعم، إذا أنا كنت في عام 2014 كنت عميد التعليم الموازي المسائل الجامعي في جامعة الزمار. كان في احد الاقسام الانتماء، وهو تعليم مدفوع الاجر، تعليم مقابل مالي، كان عدد الطلاب في قسم في احد الاقسام يتجاوز 228 طالب، اضطرينا لفصلهم لمجموعتين. السنه التي لحقت في 15-16 لم ينتسب اكثر من 30 طالب. نعم، فتأثير الحرب. اذا وضحت الصوره، ابقى معي دكتور، ساعود اليك، لكن سنشرك معنا في النقاش. سينضم إلينا أستاذ القياس والتقويم التربوي المساعد في جامعة شيان أويا في الصين، الدكتور عبدو القادري. دكتور عبدو، مساء الخير. مساء النور عليكم جميعا. مرحبا بك دكتور. ما المخاطر؟ يا أخي العزيز، اسمح لي أن أتقدم بتهنئة لقناة القياس بمناسبة عيدها التاسع. هذه القناة التي هي نعتبرها هي قناة كل اليمنيين،
من حيث تطرقها للكثير من القضايا الوطنية والمجتمعية الهامة. شكرا كثيرا لك يا دكتور. وفي إطار موضوعنا اليوم نناقش وضع الجامعات اليمنية وإعلانها خفض نسب القبول، وأيضا عدم إقبال الكثير من طلاب خريجي الثانوية العامة على الالتحاق في الجامعات. برأيك دكتور، ما المخاطر المترتبة من وراء هذا الخفض في نسبة القبول في الجامعات على مخرجاتها؟ في البداية يعني أنا أحب أن أقول أنه ما يحصل هو انعكاس طبيعي جدا للأزمة اللي في البلاد والوضع العاتم التي تمر به البلاد. انخفاض نسبة الطلبة المتقدمين في الجامعات الحكومية تحديدا، وربما ليس الخاصة، وإن كان هناك يعني نوع من الانخفاض في الجامعات الخاصة، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في الالتحاق بالجامعات الحكومية لعدة أسباب. أنت تعرف الوضع السياسي تحديدا في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وهي ربما الأكثر يعني بروزا كظاهرة، يعني كظاهرة عدم الالتحاق لعدة أشياء أو أسباب معروفة، كالعنجهية مثلا ضد طلبة الجامعات، التلاعب بمضامين وأهداف العملية التعليمية بما في ذلك معايير القبول وتسخيرها لأتباعهم أحيانا، خاصة بأنه أصبح عندنا أيضا هناك مشكلة أكاديمية وليس فقط سياسية أو أيديولوجية أو عقائدية. مثلا عزوف الطلاب أيضا عن التخصصات الإنسانية أكثر شيء من التخصصات مثلا الطبية أو التخصصات الهندسية، لأنه كما ذكر الأستاذ الكريم قبلي أنه فعلا أصبحت التخصصات الإنسانية أكثر معاناة من هذه المشكلة، وهي مشكلة العزوف عن الالتحاق بها، بسبب أنه أصبحت النسب المأخوذة يعني هي نسب بسيطة جدا، وممكن بنسبة بسيطة يستطيع الطالب أن يلتحق بكلية الطب أو كلية الهندسة لطالما هو يمتلك ما يعني مبلغ معين للتعليم الموازي أو النفقة الخاصة التي يعني حدثت حال أو تم تحديثها حاليا في جامعة صنعاء دون أدنى معايير طبعا، واختبارات أو معايير للقبول غير مناسبة ومطابقة تماما لما يفترض أن يكون من المخرجات التعليمية لكن يا دكتور، يعني ربما لم يعد هناك مجال للتعليم الموازي، يعني خصوصا بعد خفض نسب القبول والتسجيل، بمعنى بعض التخصصات يعني 50% أصبحت يعني مقبول لأي طالب الدخول في هذه الكليات، وبعض التخصصات أيضا العلمية وصلت ل 65%. نعم صحيح، لكن هذا الكلام ينطبق فقط على التخصصات الإنسانية، أما في تخصصات الطب والهندسية فلا، فهناك استغلال كبير جدا، خاصة أنه يعني هناك استغلال أيضا لمخرجات الجامعات الحكومية كالجامعات الطبية وتحديدا جامعة صنعاء، فكثير من الطلبة يريد أن يلتحق بكلية الطب جامعة صنعاء أو كلية الهندسة لما لها من سبعة سابقة، هناك استغلال كبير يعني من قبل جماعة الحوثي أو القائمين على جامعة صنعاء لبعض الكليات تحديدا التي تدر لهم الموارد. أيضا لا تنسى أن هناك أيضا استهداف شخصي مسيس لبعض الطلبة في الجامعات الحكومية كونها أصبحت وكرا لقوى التطرف الأيديولوجية والطائفية. أيضا هناك وصاية والدعاء المثالية أحيانا كحماية الفضيلة وغيرها، وكثير من يعني الممارسات ضد الطلبة والطالبات تحديدا في هذا الخصوص وحفلات التخرج. هناك أيضا ما يسمى بالملتقى الطلابي الذي يديره سماسرة من خارج الطاقم الأكاديمي أو منتسبي الجامعات. نعم، تخيل هناك تشوه لصورة أيضا المخرجات من الجامعات الحكومية، لأن الشهادة الأكاديمية أصبح من السهل الحصول عليها، التلاعب بها، هو دكتور تزويرها، يعني أنت طبقتها، أشرت هنا أن كل هذه التخصصات عوامل العلمية، كثيرة تجعل الطالب يعزف إلى حد ما، نعم لكن لنكون أكثر دقة باستثناء كليات الطب والهندسة لما لها لكن من الهندسة يعني كما الجامعة تحدثت الحكومية. الأنباء وكما ذكر بأن أيضا يعني كليات علمية كالهندسة تراوحت نسبة القبول فيها ما بين 55 إلى 65%.
ربما لعدم مقدرة الكثير من الطلبة بس لدفع نفقة التعليم الموازي أو النفقة الخاصة، لأنه أنا قبل شهر تقريبا قرأت أن هناك نفقة خاصة واستبدال التعليم الموازي بالنفقة الخاصة. كان التعليم الموازي أقل تكلفة من النفقة الخاصة. النفقة الخاصة تعرف أنها لا تتطلب أي معايير، وبالتالي إذا كنت مقتدر سيتم الالتحاق، وأنت تعرف الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه الكثير. هناك أيضا مشكلة أخرى كما قلت، وهي يعني أصبحت المخرجات في بعض الكليات يعني مشوهة، لأن الشهادة الأكاديمية أصبحت تباع، أصبحت تفبرك. الآن من جامعة صنعاء شهائد مزورة، يتم التلاعب بالسجل الأكاديمي للطلبة، وهذا أيضا كله ينعكس سلبا على مدخلات العملية التعليمية وأيضا مخرجاتها. هناك ركود أيضا في العمل الأكاديمي لأسباب أهمها انقطاع رواتب واستحقاق الأكاديميين في الجامعات الحكومية، مما أيضا جعل الأكاديمي في الجامعة الحكومية يتجه نحو الجامعة الخاصة لعله يجد ما يقتات به. نعم، إذا وهذا الكلام أو هذا السبب جعل الميليشيات تعتمد على أناس آخرين غير مؤهلين أكاديميا كبديل للطاقم الأكاديمي الرسمي. أيضا لا تنسى أن كثير من الأسر مهما كلفها تعليم أبنائها في القطاع الخاص، نعم، إلا أنه يفضل أنه يدفع يعني يتجرع المرارة ويحاول أن يبيع ما يدخره ليعلم أبنائه في جامعة خاصة، على الأقل هروبا من تطييف التعليم وأدلقة أبنائهم. هناك تخوف كبير جدا رغم الوضع الاقتصادي السيء في البلد، إلا أن هناك كثير من الآباء يتحملون كل تلك الأعباء كي ينجوا بأبنائهم من هذا المصير المحتوم. وضحت. جامعة الحكومية مثلا. وضحت. ابقى معي دكتور عبدو، أعود للدكتور محمود مغلس، وهو فيما يتعلق بمخرجات هذه الجامعات يا دكتور. بعد هذا القرار اليوم أصبح يعني عندما تم خفض نسب القبول أصبح أنه يعني من لديه النية والقدرة في الدراسة بإمكانك تدرس أي تخصص، بالتالي ما أثر ذلك على مخرجات هذه الكليات في القادم؟ يا سيدي العزيز، المدخلات الضعيفة لا يمكن أن تكون مخرجات قوية. المدخلات الضعيفة تكون مخرجات ضعيفة. بس بعض النقاط اللي ممكن أزيد أوضح فيما يتعلق بالعزوف، وسأعود إلى هذه النقطة بشكل مختصر. طيب. موضوع انعدام فرص العمل والحصول على وظائف في ظل هذا الوضع القائم، هذا أثر كثير على مسألة الالتحاق بالجامعات. موضوع الجبهات المفتوحة استوعبت كثير من الشباب الذين عزفوا عن الجامعات في كل الجبهات، هنالك عزوف عن الجامعات والتوجه للجبهات. مسألة أخرى أيضا اللي هي أسباب اجتماعية مرتبطة بتصدر ثقافة أن لا قيمة للشهادة خلال الفترة هذه. تصدرت الثقافة هذه في وسط المجتمع بشكل كبير جدا، أثر بشكل كبير على مسألة الالتحاق بالجامعات ومقارنة ذلك بالمهن الأخرى كامتهان بيع القرض. فهذه مشكلة أيضا سببت. أيضا موضوع الرسوم الدراسية أصبح مكلف حتى على مستوى الالتحاق بالتعليم العام، أصبح مكلف قياسا بمستوى دخل الفرد. فيما يتعلق بتأثير المخرجات، تأثير يعني ضعف المخرجات المتوقعة من خفض معدلات القبول. الإشكال الحقيقي لدينا كان سواء على مستوى النفقة الخاصة أو على مستوى التعليم الموازي، العدد كان محدود، العدد محدود، يعني هنالك نسبة معينة من نسبة القبول العام لا تتجاوز 20% من القبول العام. أنا عندما أقبل 100 طالب ينبغي أن أقبل 20 طالب موازي من هذه النسبة، أو ما تم هذا اللي التعليم الموازي الجامعي اللي دشنه المرحوم الدكتور باصر رحمة الله تعالى. هذا موضوع آخر. موضوع لكن بقت النسب، نسب القبول بقت محافظة على نفسها، واللي هي إنه 5% عن معدل القبول العام. لكن أن يصل أن معدل القبول العام في بعض الجامعات الأهلية إلى 65% في التخصصات العلمية سواء كانت تخصصات طبية أو هندسية، هذه كارثة.
هذه كارثة، كارثة وكارثة كبير. المفروض إذا كان بالشكل هذا، وهذا طبعا في النظام الموازي عامل إنه أكثر، والتوجه نحو الجامعات الأهلية، هناك لا أستطيع أن أسميها تدمير منهج للتعليم العالي في الجامعات الحكومية، مرتبط بموضوع الجامعات الأهلية. طيب هو يا دكتور، يعني نحن اليوم أمام يعني ما يزيد أهلية. نحن اليوم أمام 15 جامعة حكومية وما يصل إلى 44 جامعة خاصة. ما مستقبلها هذه الجامعات سواء حكومية أو خاصة في ظل الوضع القائم؟ لا الجامعات الخاصة عام 2019 على مستوى الجمهورية اليمنية، الجامعات الخاصة في 2019 كانت تفوق 58 جامعة. طيب ما المستقبل اليوم أمام هذا الكم من الجامعات؟ هذا الكم من الجامعات الحكومية والخاصة، ما مستقبلها في ظل هذا الوضع؟ في ظل هذا الوضع، في ظل التدمير الممنهج الحادث والذي أشار له الدكتور ضيفك الفاضل، هنالك تدمير ممنهج سياسيا لموضوع للتعليم الجامعي والتعليم الأساسي، هنالك تدمير ممنهج للتعليم الأساسي. في ظل هذا التدمير الممنهج وفي ظل المدخلات الضعيفة اللي بنيت على معدلات قبول منخفضة جدا من أجل أن نصل إلى النسبة اللي تحقق عدم فتح قسم داخل كلية أو نخفض النسبة القبول إلى 50، هذا شيء لا غير مقبول. سنصل بالنتيجة إلى أن شهادة الجامعية غير معترف فيها، لا محالة، في ظل ما يسمى بالاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة، سنصل في النهاية إلى أن شهادة غير معترف. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر، عميد كلية التربية السابق بجامعة دمار الدكتور محمود مغلس. وأعود للدكتور عبد القادري، وهو دكتور يعني فيما يتعلق بوضع العملية التعليمية من المراحل الأساسية والثانوية وصولا إلى الجامعات. هناك كما نلاحظ في الفترة الأخيرة مخرجات من الثانوية العامة بنتائج عالية، قد يكون مرتبط الكثير منها بمسائل الغش، واليوم مدخلات في الجامعات بنسب قليلة. وكيف سيكون حال التعليم وحال المخرجات النهائية بعد الجامعات؟ أخي العزيز، لا أكون دقيق في هذا الموضوع، ومن رؤية أكاديمية بحتة، الاعتماد على مخرجات الثانوية العامة تحديدا في التقدير أو النسب، ولما نراه من مشاكل موجودة ودائمة، فأعتقد أنه ليس من المنطق أن نعتمد مثل هذه المعايير. عندما يتقدم خريج الثانوية العامة إلى الجامعة أو ليتقدم ليسجل في أي كلية من كليات الجامعات سواء كانت حكومية أو خاصة، يجب أن تكون هناك اختبارات قبول. اختبارات القبول يجب أن لا تكرر المنهج التعليمي الذي درسه الطالب في الثانوية العامة، هذا إن كنا دقيقين. هناك ما يسمى باختبارات الميول واختبارات القدرات العقلية، بحيث أني أحدد حتى لو كان هذا المتقدم حاصل على مثلا نسبة 90%، ليس بالضرورة أن يكون في الطب أو الهندسة، ربما أن تكون ميوله وقدراته مثلا في الجوانب التربوية أو الإنسانية أو النفسية، وهكذا قد يكون أقل تقديرا من ذلك، لكنه بموجب اختبار القبول أو اختبارات التنبؤ بمستقبل الطالب التحصيلي قد يعني تعطينا مؤشر واضح بأن هذا سيكون طبيبا في المستقبل أو مهندسا وهكذا. وهل توجد هذه المهنية في إعداد اختبارات القبول يا دكتور؟ هذا الضرب نعم. هل توجد هذه المعايير المهنية التي ذكرتها في إجراءات اختبارات القبول، هل موجودة أساسا؟ نعم، هذا ما أريد أن أكمل فكرتي فيه، أنه نحن الآن نعاني من مشكلة أساسية، لسنا بصدد تطوير العملية التعليمية، نحن نريد أن نحافظ على ما كنا عليه فقط، وبالتالي لم نستطع. وإن وجد ما يعني أو إن استقر الوضع على ما هو عليه، وربما سيكون أفضل بكثير على ما نراه اليوم من تدهور يعني غريب وفظيع فيما يخص العملية التعليمية، سواء كان في التعليم العام أو التعليم الخاص بشقيه، الأساسي أو الأساسي والثانوي، أو قصدي بما يخص بشقيه التعليم التربية والتعليم والتعليم العالي. الأمر الثاني،
يعني هناك أيضا فجوة كبيرة بين ما توصل إليه العالم الآن من تطوير العملية التعليمية، مما يجعل الناس تعزف كثيرا، وتحديدا وأنا أركز هنا أن العزوف أكثر شيء هو في نعم التخصصات الإنسانية، مع أنه في البلدان المتقدمة الآن بالعكس هناك تعزيز قوي جدا، هناك كليات إنسانية تفتح بشكل كبير جدا، هناك ربط ما بين العلوم الإنسانية وما بين الارتفيشال انتليجنس، مثلا الذكاء الاصطناعي، بالفعل كيف يتم توظيف هذه العلوم الإنسانية لصالح التكنولوجيا. لكن إلا يعني ما نراه في مثلا في الوضع العام في اليمن او التعليم في اليمن، هناك تدهور كبير جدا وهناك فجوة كبيرة مما جعلت العزوف اكثر نعم، إذن انتشارا. وضحت الصورة. أعتذر منك يا دكتور لأن الوقت بالفعل داهمنا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مرحبا بك. القياس والتقويم التربوي المساعد في جامعة شيان أويا في الصين الدكتور عبدو القادري، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا في نهاية هذه الحلقة أيضا الشكر لكم على حسن الصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل نجيب إسماعيل وهي من جميع أفراد الطاقم، في أمان الله.